تاريخ وحضارة هو فعلاً الترجمة الحرفية لاسم مهرجان فحيز للثقافة والفنون. معذرة بحضورنا والله مهرجان فحيز يحمل رسالة وطنية ويعتبر من روافد السياحة الوطنية ويعكس صورة حضارية على الأردن على المستوى الوطن العربي وهو بحاجة للدعم كي يؤدي رسالته باقتدار وأن ينافس المهرجانات على مستوى العالم والإقليم. مهرجان الفحيص احنا سنويا بالنسبه لنا المشاركه كجمهور نيجي هنا هذا الشيء ببسطنا احنا اولادنا الاجواء الحمد لله عائليه بوجود الفنانين العرب الفنانين الاردنيين الاجواء كثير حلوه مبسوطين. نحن سعداء جدا ان نكون بين ابناء الشعب الاردني لاننا نعتبر انفسنا شعب واحد مش شعبين ونعتبر ان الاردن هي الرئه الاخرى التي يتنفس بها الشعب الفلسطيني. سعداء جدا ان نشارك الاردن افراحهم وان نزرع البسمه ونكون شركاء في هذه البسمه تاكيدا على عمق العلاقه وتوطيدا للعلاقات التي تجمع الشعبين الاردني والفلسطيني. سعداء بوجودنا في الافتتاح النهارده في افتتاح مهرجان الفحيص لان ده بيعكس قوه ومتانه العلاقات ما بين الشعبين والدولتين ما بين مصر والاردن والشعب المصري والشعب الاردني. وجودنا في حفل الافتتاح ده اظن ان ده بياكد كمان على ان هذا المهرجان هو مهرجان طربي مهرجان يهدف الى الفن الاصيل.